girls. انا عم اعمل هذا الفيديو لانه حسيت حالي صار لي زمان وعامله يعني طولت عليكم كثير. فهلا انا حساوي هذا الفيديو على اللبس. بدي اعلمكم كيف بدي كبر الشفه من الميك اب، مو شيء تجميل او شيء. فهلا اول شيء نحن اللي بدنا اياه كونسيلر والكونتور كل جلوس انتو بدكم تحطوا. فهلا نحن بنعرف نحن لكل جلوس لازم يكون في كونتور، اوكي، يعني حسب اللون. هلا انا اول شيء حاستعمل هاد، اوكي، لانه الجلوس تبعي هي حتكون فاهية. فانا اول شيء بفتح الكونسيلر، اوكي، بحط شوي على ايدي وبحط، اوكي. هلا بحط الكونتور، اوكي. هلا في هاي الفي برسمها وبعدين برسم هون فورا تحتها، اوكي. اوكي، هلا هون هلا ببدا من هون لحتى اوصل لهون، اوكي، كله بنفس الشيء. هلا اللي بعمله، هلا انتو شايفين انه انا كله هلا حددته. هلا بالنسبه لي اول شيء انا ما بحب هذا الشيء يطلع، اوكي، انا كل سهوله بعمل هيك، اوكي. هلا انا حاعمل حركه، هلا هي الحركه هي، اوكي. هلا انا عملت هذا الشيء ليش؟ اول شيء هلا هو طبيعه الكلاس وقت بدك تحطيها لازم تكون هون مرة وهون مرة وهون مرة وهون مرة، يعني ما لازم هيك، اوكي، احنا متعودين نعملها هيك. هلا بنحط الكلوس اللي احنا لازم نحط الكلوس. هلا اوكي، هلا فوق من عند الفي، اوكي. هلا هون بتحسوا انه مثل كانه في بوزه، اوكي، تبدو فيها. هلا كمان من الجهه الثانيه، كمان نفس الشيء من البوزة لتحت. اوكي، هيك تمام. هلا الشيء الضروري هو ضروري هو انه انا برجع بحدد بالكونتور شوي، مو كتير، اوكي، هيك تمام. وبرجع بفتح الكونسيلر بحط شوي صغيرة، ما بكتر، بس من النص، اوكي، هيك بس على النص.
before bedtime. Then jumping on me, waking me up. I can still feel you hold my hand, little man. And even هذا الفيديو for you now. إن شاء الله يكون استفدتوا ويكون عجبكم. هذا شيء يعني كثير هيك أساسي طبعاً التمشي أساسي. فإن شاء الله بنات يكون عجبكم شيء إن شاء الله يكون شيء جديد عليكم. هلا أنا برجع بقولكم إنه يمكن أنتوا قريتوا على البيج اللي إنه كتبت إنه أنا عم أصلح الكاميرا فيديو تبعي بدها شي يومين ثلاثة إن شاء الله بتركز بصير ساعتها بعملكم فول فيديو ميك اب كامل أو يعني سكين كير أو أي شي يعني بيخطر عبالي أو أي شي أنا بعرفه. فإن شاء الله يكون عجبكم هلا هذا الشي اللي أنا هلا عملته. يكون شي جديد برجع بعيد. Please don't forget to subscribe my channel على YouTube وإن شاء الله ولا تنسوا كمان لايك على البيت my Facebook page. إن شاء الله يكون عجبكم برجع بعيد نفس الشيء إن شاء الله يكون عجبكم الشيء اللي عملته وبتشوفوا شيء جديد إن شاء الله. Bye bye girls.